بابا ممكن تعمل لنا اكل؟ انا عنيا ليكم، انتوا بتعملوا ايه؟ نلعب. تلعبوا؟ تلعبوا ايه؟ لعبه بقى. طيب ماشي، عايزين تاكلوا ايه؟ اي حاجه. اي حاجه اعمل لكم اندومي؟ ماشي. لا هعمل لك دلوقتي يا مايا. إيه؟ والله عظيم يا مايا، بابا ده راجل عظيم، احنا مش مقدرين قيمته، بيحقق لنا اللي نفسنا فيه، ما بيقولش لا. الله عليك يا بابا. يا عمر بابا. الحقوني الحقني يا محمد، الحقوني. ايوه بابا اللي نفسنا فيه يا بابا. معلش معلش معلش. ايه يا بابا بقى اللي حصل؟ اللي حصل ايه؟ انا دخلت عشان اعمل لكم الاندومي، يا دوب ولعت البوتاجاز، بولع بس الكبريت كده لقيته انفجر في وشي. شكلك عملت حاجه 180. لا يا حبيبي ولا 180 ولا حاجه، انا ما اعرفش ايه اللي حصل اصلا. ده انا هعمله دلوقتي في تسريب ممكن ولا ايه؟ طب انا هروح دلوقتي اجيب لك كريم. كريم ايه؟ للحروق؟ فازلين كده حروق كده. ماشي بسرعه بقى، ده وشي متفحم. وش ملتهب يا محمد خالص. مش اديني جبت بقى الكريم. ماشي يا عمر حط لي يلا بسرعه. بالراحه. معلش 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 معلش. بالراحة يا ماي، خفيف ايدك شوية. ده انت واقف من الأبواب كلها بفرقات في وشك. الحمد لله يا محمد، ربنا ستر يا محمد. الحمد لله. عشان عايزين تاكلوا. شوف أنا بضحي إزاي عشانكم. هو احنا بنلعب، إيه اللي هيحصل؟ يا بابا 5 دقايق دلوقتي هكون مرتاح. ماشي يا أخويا ماشي. 5 minutes later. عامل دلوقتي يا محمد نار في وشي يا محمد، نار نار يا محمد. هيخفف. بص انا هضطر اجيب لك بقى دواء هيخففك. هات لي اي حاجه تخففني يا محمد، انا مش طايق نفسي. هات لي اي حاجه تخففني بسرعه محمد. ايه ده؟ هو هيجيب لك ايه؟ ربنا يخليكم ليا يا اولاد يا رب، وتريحوا قلبي كده دايما. او ماي جاد. يلا يا محمد عشان انا تعبان يا محمد مش قادر. يلا يا ابني. ايه ده؟ ده الدواء. ايه رايك؟ لا يا محمد انا مش هقدر اخد دي كلها يا محمد. معلش. لا يا حبيبي انا هاخدها كذا مره. معلش انا، لا انا هفضل كده، هفضل زي ما انا. ما ينفعش. لا لا معلش. انا هفضل زي ما انا، افضل زي ما انا، ارجوكوا ارجوكوا. انت مش هيجي معاك كده.